الأهم من الخبر هو متابعته، والأهم من المشروع هو الاستمرار فيه. ففي كتير من الأخبار بيبقى الأهم بالنسبة لنا إنه ما يبقاش مجرد خبر لطمأنة الناس أو لتهدئة الناس. من ضمن الأخبار دي مسألة توفير الأدوية لكل قطاعات المصريين واحتياجات المصريين من الدواء. من وقت مش بعيد كان في أي أزمة، كان في أزمة تغير سعر صرف الدولار مثلا، في أزمة مشكلة، في أي أزمة بتحصل في مصر كان تنعكس مباشرة على سوق الدواء ويحصل نقص حقيقي في أدوية حيوية. من فترة قريبة وتحديدا في بداية جائحة كورونا حصل انتباه حقيقي لفكرة توافر الأدوية كأمر رئيسي وحيوي. النهاردة بنتابع مع حضراتكم أنه موقف الدولة من توفير الأدوية. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال شهر أغسطس في تقرير من أمانة الشؤون الطبية لمجلس الوزراء. وجدد دكتور مصطفى مدبولي تأكيده على المتابعة الدورية لجهود توفير احتياجات المواطنين من الأدوية، وأكد أنه كل الأدوية بيتم توفيرها لسد احتياجات السوق المحلي لمرضى كورونا، وأنه مفيش أي نقص، مع أنه وأيضا حرص هيئة الدواء المصرية على توفير الأدوية المطلوبة أولا بأول.